إلهي أدوم كيسا عدو غن حريس بطن مركو وطوبت كينو مجرتو دم بكستا او آد قشو قال لي بها النقطة إلهي وكاتوبت أقبل يا سبحانه وهو الذي يقبل توبة عن عبادي إلهي أحد كأدوميسا كتوبت أقبلوه سيدا أوجد انت وينو دبابينا وقفينا وخلدمينا غورينو ديماناينا مؤقين هذا إمين كوحينو تكن المغرب وحينو ربنا إنينو هدي الله إدمو عشيه تكن غوردو قف إنا كم يدا أوهو بمتشرا إسوغو النول إلو علا عشا غاري أو تكني أنيقا إذن الله الله يمهو بو إذن كإمغليانا مهبطا غيردو إنتاسي إنو جرد كبتا آد غشانتا هاي يسوم كيدو فرتا دي يسول كسارن يه غيردو وإذن كدو دي بالنبي قد عليه الصلاة والسلام أدو الصعودات دي من كرتا أدو فرديات دي من كرتا أدو تاغنبات دي من كرتا أدو تشيفات دي من كرتا مهمدو وحوية وادمان وغيري والما هران لكن أدو إلهي كحريرسن ووددسي كتوصن غيردو حقوتي ماتو كتلقلنا دي من يسيد ولي وقت كان ما أنت اللي جوغو وآخر الزمن موت الفجع وابنيه غيري دالما فلانكا إلهي النبي وكمي قنقلي تشري نبي إلهي كمي قنقلي تشري إلهي موت الفجع وابن كامي قنقلي أورنجي ويبضنتهي ما أنت سيدا أوجد بعد ما شادو بدنته وموت الفجأة بدنية قف ولو بأديكو بالوحد سكوت ضيدا إن توسناتد إلهي أديك حرير كإدين دحية بالهجاجي هداد هجاجي سو والله والله هداد هجاجي سو أديك إيه إلهي حرير كإدين دحية أديك إيه حاس كا حرير كإدين دحية وفي عنانية أديك إيه عروت هذا حرير كإدين دحية وفي عنانية أديك إيه درسك أديك إيه والدك أديك إيه قرابة أديك إيه بلشة ذلك بحناش في عنانية وآي ميل سارا حركو بحرين يا أذك بحرين شري فضيد بن عياض إذا عصيت الله معصية فأعرف ذلك خلق حماري ودابتي وزوجتي مركان إلهي كو عاصيه مركيبة وحان كقرتا دقن كحاس كيغا دمير كآن راعو أو قاديد كإيئة يعد أي شقيس خادم كإياه إسلامتيو إيوه هذا العلين يسوع يقول يا رمادح هذا قوس كوك يسوع تاجي سنارك دمير كي بارجع هاي جديد كإياه هايو بقلينا يو أنا قلين إن بجديد صدو أيان أركا خادم كيو يقول دقة أدق أيان أركا مركسان نقضايو إلهي أهودا مركس إلهي وحي إيه حاجاتيا سيد أوجد نك أي نكش كين فضيد من عياط نوحو أها مركي هراء برعدة وخمر قعدة وحنون كائن وكشاكين نعاوة كشقالة وضد كتشتك كمري وايين وهدي قرحة دعضه ديغان كأوتوغو وحسعون شري مجران وحسعون شري مجران لقبقو وضد كالبايبوها هبين كي دنبه أيو قفضو مروان وناك سنين بولب الله إن حمانا يدحمرتو دبيتنا غوردن بودت كل سحري سقبرك يا أيو صوتي يسقو جدارك يدربي انتو قبص ضيف ولي إسله عاد ودع عديد قفتي عاد بلن سنيدين أقل كده أيو حوم مقلي أقل ككو قبص داردي سبنانك ننتو كان يو صلاة الليل تاجن محو آخرنا يا ننك صلاة الليل كأتاجن ماشي سورة الحديد آيات كشرتا أيو أخرنا يا آيات مركو مقلي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل عليه من الحق آيات كاسو مقل قدار كساو هيستوي لك مدعين بلا 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 معنى هذا محي مياني أدوانين ضدك مسلمين تي مؤمنين تي إيمان كله ميان لقارين وقت قلبي قودو إلهي أخشو علها وإستبقى بان لهايين ووحي معاسية دنوبة أي كتشيران فرحة كلب لهايين لما قارين ميان وقتك ولا قاري ولا قاري إلهي وكسو نقض وماشو كتوبت كياني با مركو حوغا صوص صعودي أيو وحو أركدت أور إيو وحو تاغان ووضا خطليا شو ضدكو إساقي كهدليا فكاسو حيو سريا يكو أركيني بل أفريسو ووضا الله يحيلين ورن إذا تشيئ ورأورتا إنوافورا
warninkii inkaarta qabay ee fudayd ahaa baa meeshan ku jira ma foga war waxba ina ka reebi maayo waana dhacaya waana laynaya war socon mayna ina dejiya iyo xoogaa aan soconno iyaga wada hadlay oo maqlaya isaga marka warninkaasaa looga baqay mugti markaasuu ilmeeyey muxuu noqday markii dambe kitaab tafsiir ah kitaab la sharxay oo xadiid ah haddaad saa u kala furtid qaala fudayd ibnu ciyaad unbad arkaysa caabid lxarameyn baa loo bixiyey xaramkaasu muddo dhan fadhiyey caalim noqday diinta ilaahay bartay caabid uu noqday marka aayaadka qur-aankeenna lagu akhrinayo macaahidda la dhiganayo jaamicaadka laga baxayo kutubta la dhegaysanayo muxaadaraadka la dhegaysanayo waa inay walaalayaal waxayna ka bedelaan waa in dhaqankeenna wax ka bedelaan waa inay ilaahay inoo sii dhoweeyaan waa inaynu allah u toobad keennaa waa inaynu allah u noqonnaa ilaahay markuu ku arko inaad addoon diyaar a tahay oo isaga ku xidhan oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaasaa nebigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhowaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malaggaasi maxaa amar lagu siinayaa addoonkan waqhtigiisii waa soo dhowaaday toosi marka haddii wax yar jireen xitaa isku dubarid baa la odhanaya isku dubarid saa markuu dhinto dadku maxay odhanayaan marka laga sheekeynayo ninkaas in dhowaydba sanawaadka dambeba safal awal buu ku tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay alla muxuu qur-aan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqayn jiray muxuu sidan ahaa waa addoon la hagaajiyey oo laysku dubariday oo caynkan ah kii kale kharibnaana shaydaan baa lagu salliidaya isagoo waalan buu iska dhimanaya khariban oo bado kale iyo balaayo ku jiruu dhimanaya marka waxaan u baahannahay inaynu ku noolaanno ku gebagabaynaya hadalkayga bayna alkhawfi waalrajaa noloshaada intaad caafimaad qabti ee aad talinayso ee aad tabcanayso ee aad socoto ee xoog leedahay ee xanuun ku haynin ee aad nooshahay waa inaad miisaan cabsi iyo rajo ah dhexdooda waa inaad socotaa oo micnaheedu muxuu yahay adigoo ilaahay u tukanaya oo rajo ka qaba jannadiisa dembi dhaafkiisa maqfiradiisa adigoo soomaya adigoo sunnihii tukanaya adigoo zakadii bixinaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo wardinaya adigoo ducaysanaya adoo qaraabadii xiriirinaya adoo waalidkii u baahnima samaynaya adoo wixii khayra ka shaqaynaya oo aad samaynaysa rajo ilaahay ka qabti haddana cabsi waa inay kugu jirtaa oo maxay tahay cabsidu armaa ilaahay salaadda kaa aqbali waaya armaa dembi kaa dhacay oo aadan ogeynoo alla agtiyaalaa jiraa armaa ilaahay ku cadaabaa armay khaatimadu kaa xumaataa armaa naar gashaa armaa baqdintaasi waa inay kugu jirtaa taasi maxay keenaysaa inaadan isu bogin oo aadan isla bixin oo aadan isu qaadan dadka inaad ugu cibaado badantahay dadka ugu fiican tahay dadka ugu deeqsisan tahay ha isu qaadanin isdhaliil waa lagaa fiican yahay waa lagaa cibaado badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay waa lagaa toosan yahay addoon caasiyaa tahay khaladkaagaa badan naftaada u sheega oo isdhaliil taasi waxay keenaysaa toosnaantaadu inay hagaagto shaydaankuna albaaba kaa waayo laakiin haddaad isu bogto oo haddaad xoogaa safka hore un ku tukato salaadaha xoogaa aas tiraahdo nin kaa cibaado badanba kumaba soo hoyda magaalada nin kaa fiican ma jiro maalintaas waa kuu dhammaatay maalintaas gurigaa ba'ay adigana marka waxaan isu dardaarmaynaa inaynu ku noolaanno cabsi aan baqayno iyo camal falasho xagna ka camal falo xagna ka cabso xagna naftaada dhaliil oo u sheeg inaad tahay qof dhaliilan oo khaldan oo gaabis ah oo dadka muslimiinta ee kale kulli ay kaa fiican yihiin waxay keenaysaa walaalkaa inaad ixtiraamto inaad jeclaato inaad xurmayso qiimo kula yeesho ilaahay ku xidhnaato taasay keenaysaa